السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير لكل الأصدقاء، صباح الخير لكل المتابعين. سعيدة جدا أن يتجدد اللقاء بكم بعد طول غياب ضمن هذا الفضاء الذي طالما كان طريقنا لنقل التربويات. اليوم سأحدثكم عن التجربة السويدية أو التجربة السويدية في تعليم المهن منذ الصغر. هذا قسم يتم طبعا مجهز بمختلف الأجهزة التي تعلم الأطفال الخياطة، الطرز، كل ما يجعل الطالب متمكنا من الحرف حتى في سن صغيرة. هذه طبعا بعض الإنجازات للطلبة، وسائد، حقائب، وكل الأشياء الجميلة. طبعا هنا أيضا في هذه الأقسام المجهزة خصيصا آلة الخياطة التي تستخدم أيضا في تعليم الأطفال المهن. في القاعة المقابلة توجد قاعة لتعليم النجارة، طبعا هي مجهزة بكل أدوات السلامة التي تحفظ سلامة التلميذ. الجميل في هذه التجربة أنها تعلم الأطفال المهن منذ الصغر. هذه بعض إنجازات التلاميذ معلقة هنا. هذا قسم خاص بتقديم دروس المهن الحرفية، يعني من هنا تبدأ صناعة الإنسان لبناء الأوطان. هذه هنا مختلف الإنجازات للطلبة، الغزل أو الحياكة، أيضا هنا الصوف الذي يستخدم في الحياكة والغزل، وماذا أيضا؟ الجميل أنه عندما سألت المدير لماذا تنتهجون هذا النهج، قال لي أن سياسة التعليم لدينا أوجدت كل هذه الإمكانيات أو أوجدت هذه كل الإمكانيات في المدارس، حيث ينشأ جيل يحترم المهن ولا يتأفف منها، لأنه من المستحيل أن يكون الجميع أطباء، من المستحيل أن يكون الجميع مهندسين، ولكن أيضا هذا الجيل ينشأ على احترام المهن. يمكن أيضا للتلاميذ الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة أن يلتحقوا بمؤسسات للتدريب على إنجازاتهم في مؤسسات طبعا خاصة، ولهم راتب كجانب من التشجيع. طبعا يمكنهم الاحتفاظ بالراتب أو التبرع به للمؤسسات الإغاثة الدولية، وهذا ما يتحصل بالطالب بالمقابل على نقاط تؤهله لحضور مناسبات وطنية مجانا. جميلة جدا. أنا أردت أن أنقل لكم أفكار تربوية متعددة. في الأخير أقول أنه الآن سأحاول الدخول إلى قسم النجارة لأنقل لكم قسم النجارة. تعالوا معي. في الطريق إلى قسم النجارة على بركة الله. على بركة الله، بسم الله نبدأ. هذا القسم مخصص لتعليم الأطفال النجارة، كما تشاهدون هو مجهز بكل الإمكانيات التي تسمح للطفل بأداء شغفه بهذه المهنة. مختلف الأشكال كما تشاهدون في الصورة، هذه الأشكال هي طبعا من إنجاز الطلبة. كل الأدوات هنا متوفرة طبعا، مع أيضا توفير وسائل السلامة للأطفال. هذه أيضا بعض الأشغال التي قام بإنجازها الأطفال باستخدام النجارة. هنا طبعا الأدوات التي تستخدم في النجارة. الجميل الذي أردت أن أقوله فقط أنه نظام تربوي جميل جدا، يعطيك، لا ينقل لك فقط التعلمات ولكن أيضا مهن. إذن يخرج الطالب من المدرسة وله مهنة في يده يمكنه الاعتماد عليها. في الأخير فقط أقول أنه التعليم
في الأخير أردت أن أقول فقط أن التعليم هو المحرك التاريخي لأي أمة من الأمم، وهذا ما نجح النظام التعليمي في السويد بتحقيقه من المساواة بين المهن العلمية والمهن الحرفية. فإذا كان الطبيب يكتب لك الوصفة فالنجار صنع له مكتبة. ألقاكم في تجربة تربوية جديدة من المدارس السويدية. تحياتي أختكم في الله، صباح بودرس.